أهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة من برنامج لايف مع الجريء. هذا هي الحلقة مسجلة كفيديو، نخصص هذه الحلقة للحديث عن قرار لجنة التعاقدات في نادي الزمالك بالاتفاق مع المدرب البرتغالي فيريرا. تعالوا نتكلم كده بالراحة وبهدوء علشان الناس اللي كل في دماغها إن هي قرارات طالما صدرت يبقى قرارات صح. لا، احنا ناس عندنا عقل وعندنا فكر ولازم نحلل المواقف عشان لما تحصل كارثة نعرف ان احنا ساهمنا في صناعة الكارثة. احنا بنمشي كارتيرون ليه؟ بنمشي كارتيرون عشان مدرب فاشل، عشان مدرب هارب، عشان مدرب بيعمل ضد مصلحة نادي الزمالك. هل ان احنا نمشي مدرب فاشل وهارب ضد مصلحة الزمالك ونجيب بديل ليه افشل منه؟ هذا لا يليق. لجنة التعاقدات في نادي الزمالك، لان حتى الان مجلس الإدارة لم يعتمد قرار تعيين المدرب البرتغالي فيريرا، فهنتكلم إن لجنة التعاقدات دي لجنة مكلفة من إدارة النادي الزمالك، فيها 2 لم يلعبوا كرة القدم وفيهم 1 لاعب كرة القدم. طبعا لاعب كرة القدم هو جمال عبد الحميد، والاثنين التانيين أنتوا عارفينهم مين. فتم الاتفاق سريعا مع المدرب البرتغالي فيريرا بدون دراسة الموقف، بدون دراسة سيفيهات، وكأن احنا الموضوع ايه، يلا 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 ندبس، او جمهور الزمالك ما بيفهمش، او جمهور الزمالك مش مثقف او بينسى كل اللي فات. لا، جمهور الزمالك بيفهم ومثقف وواعي وقاعد وبيراجع كل المواضيع. ورسالتنا اليوم رسالة للأذان النظيفة، للعقول المستنيرة، رسالتنا لمجلس إدارة نادي الزمالك. يا مجلس إدارة نادي الزمالك، انتوا بتفكروا في مصلحة نادي الزمالك ولا بتفكروا في العند؟ ما احنا حظنا على مدار الاسبوع الماضي من التعاقد مع فيريرا. فيريرا مدرب كبير في السن، مدرب قاعد على قهوه المدربين، حتى اطلق عليه في العالم ان هو اعتزل بقاله ما يقارب سنه ونص سنتين حاجه زي كده. فيريرا 75 سنه، فيريرا له مشاكل كتيره جدا جدا جدا. طب فيريرا انتوا نسيتوا عمل ايه مع الزمالك؟ نسيتوا رايكم في ايه؟ فيريرا هل هو ده المنقذ لنادي الزمالك ولا لما الواحد يقعد يفكر ويدرس يشوف مدرب فعلا يليق باسمه وتاريخ نادي الزمالك، مش واحد على قاعد على القهوه اروح اجيبه عشان بس اسد عين الناس واقول لهم انا بجيب مدرب. فكر، نفكر دايما مصلحه الكيان اهم من العند واهم من مصلحه الاشخاص. الكيان والزمالك، اي مدرب في الدنيا ياخد قماشه فيها لعيبه كويسه، يعني بنقول على مدرب المنتخب ده بينقي اعظم اللاعبين في الانديه، فالموضوع سهل. المدرب الاهلي بيجيبوا له اللي بيفكر فيه، مدرب الزمالك عنده افضل لعيبه في العالم العربي وافريقيا. فيعني القماشه بقى انت بتشغلها ازاي؟ فلازم تجيب واحد مصحصح فاهم، عنده خبرات، عنده كفاءات، شغال وعارف الدنيا ماشيه ازاي والتطور مش ازاي، عشان يقدر يشغل القماشه الحلوه دي. هو مش هيصنع شيء، بس خلي بالك القرار قرارك، ما تجيش تندم وتشتم وتعلن طبعا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. اول امر، وجه اللجان الالكترونيه بسب وقصف قناه الجريء لانها بتخالفنا الراي. لا لا لا، الكلام ده مش هيفيدك، اصل النتائج جايه والمباريات جايه. خلينا نراجع مع بعض بالدليل. بالدليل، من هو فيريرا وما هو راي الذين اختاروا فيريرا؟ ما تصدموش في الكلام اللي هتسمعوه، لان ايه، احنا هنتكلم بعد كده بالفيديوهات وبالدليل احسن علشان الناس اللي بتنسى نفكرهم، اصل احنا ما بننساش. نبتدي الاول نشوف راي المستشار مرتضى منصور وهو بيعلن للعيبه امبارح انه جاب هذا البرتغالي العجوز مدير فني. نسمع قال عليه ايه. احنا خلاص اخترنا المدير الفني، هو فيريرا. طبعا معظمكم اشتغل معاه. فيريرا ده سير، انت اشتغلت مع الوش مش كده؟ ولا ما لحقتوش؟ السنة اللي ورا، السنة اللي ورا. مين اشتغل ورا؟ طيب فين انت؟ فين انت؟ ولا مش اشتغل فين انت؟ عازم مدرب جاي كان كاس اوباما اشتغلت معاه بره؟ مش كمان اشتغلت مع الراجل ده؟ ما كنتش موجود.
ابو شافي كنت انت حازم مجرب السعوديه صح؟ طبعا الراجل ده، الراجل ده خد اول سنة دوري وكاس في سنه واحده، سافر قطر اتدرب هناك خد ايه معاهم؟ دوري وكاس، دوري وكاس. يعني راجل طبعا بروفيسور، هو جاب معاه ثلاثه مساعدين. راجل طبعا بروفيسور دلوقتي، فيريرا بروفيسور دلوقتي، فيريرا بروفيسور. طب ما نرجع لورا كده نشوف المستشار مرتضى منصور نفسه قال ايه عن فيريرا. لازم يكسب واحد من ربنا ما يفوش، ان انا خدت الدوري وخدت الكاس والاهلي الكونفدراليه خد بطوله برضه اهو، يعني تمشي شويه، لكن انا سعيد بولادي رجاله في الملعب اخر دقيقه، ولولا ضربه الجزاء اللي ضيعها كهربا طبعا هو ما يقصدش، كان الزمالك ماتش قلب، لكن ضربتين جزاء ما لهمش علاقه بضربات جزاء، انا ليا ضربتين جزاء مع مدرب فاشل فاشل. اما كلامك بتغير المدرب يا فندم، انا اصل انا في شرط جزائي، فانا جايب له فاشل فاشل. واخدين بالكم اياميها لما مشى المستشار مرتضى فاشل فاشل، اسمعوا كويس، مدرب عام بصلاحيات فنيه، طيب هو اللي يعمل التشكيل، هيعمل التغيير، مش عاجبه يمشي، بس انا مش هدفع له شرط جزائي عشان انا حذرته ظهر النهارده، قلت له انا ما فهمش في كوره، واي حد هيكلم بيقول لك بيتكلم عن مدرب مالكش دعوه، ده اهلك ما يرجع بينا، انا بدير بقول لك مدرب بتاعي فاشل فاشل فاشل، لما بتيجي في مباريات كبيره ما بعرفش يديرها، قلت انا ما بيعرفش يديرها، هو اللي ضيع جهد الولاد النهارده بيطلع. وبعدين انت راجل فاشل، لا عارف تشكل ولا عارف تغير، واقول اهو اي حد مش عاجبه الكلام بتاعي يشرب من اي خراره. شكرا لك سياده المستشار. ده رأي المستشار مرتضى منصور في فيريرا، فاشل فاشل فاشل، واللي مش عاجبه كلامه يشرب من انا مش عايز اقول لفظ لان اللفظ هيبطل، ده رأيه فيه، وما بيعرفش يشكل وما بيعرفش يغير. الكلام ده ما عداش عليه 5 6 7 سنوات، ما اعرفش يعني عدى عليه قد ايه، يعني مش ناسين السوشيال ميديا ما شاء الله. يعني ماذا اقول ماذا اقول، هل المبادئ تتغير؟ هل الآراء تتغير؟ حضرتك قلت أنا ماليش في كرة القدم، ليه ما تعملش لجنة كورة هي اللي تختار وتبعد عن نفسك المسؤولية؟ إحنا بنحبك يا راجل، يا راجل ليه العند؟ ليه ما عملتش لجنة كورة؟ جيب شخصيات محترمة، أسماء أنت بتثق فيها، أسماء من قطاع الناشئين، محمد حلمي، مش عارف مين، يعني عشان ما أقعدش أقول لك أسماء وتطلع تطلع تشتم في الناس بعد كده، لأ. جيب لجنة كورة، إسماعيل يوسف، ناس حلوة كده بتفهم في الكورة. واللجنة دي هي اللي اختارت، ولما اللجنة تختار يبقى عليها المسؤولية. ليه محمل المسؤولية على حضرتك؟ هنيجي بعد شهر شهرين ثلاثة ونقعد نقول برضه نفس الكلام، فاشل فاشل، وانا قلت له وانا قلت له نفس الكلام. تعالوا برضه عشان ايه ما نبقاش بنتجنى على حد، ومحدش يطلع زي فرقة لوز ويقول لك اديله الفرصة، اصل اديله الفرصة على حساب صاحب المحل، على حساب نادي الزمالك. ما هو ده اللي تعب قلبنا يا جماعة، ان هو نادي الزمالك هو اللي بيضيع. تعالوا نسمع برضو رأي المستشار مرتضى منصور في هذا المدرب العجوز اللي جايبينه دلوقتي، رأيه في ايه؟ معنى زي المستشار انت قلت عليه برضو ده انت فاشل وما عندكش فكرة ايوه يعني... فاشل لما يكون عايز فاشل ومجرم. طيب ما الراجل اكيد سمعك. اتفضل يا بيه، ثانية واحدة، انا في القعدة مغلقة بقول له واللي في دماغه بينفذه، انا عندي 2 باك شمال مصمم على حمام الطلبة، شاري لعيبة بملايين، مصمم علينا دريب عبد الخالي يمشي، مصمم على ان الاودار والاسلام يمشوا، ده راجل مش طبيعي، ده راجل علاجي خلاص. ايوه فاشل، واقول فاشل وكويس انه مشي، ويا رب يكون كان في طياره. يعني انت يا سياده المستشار سعيد برحيله؟ اقول لك بس ثاني واحده، اقول لك عمل ايه عشان تفضل كذاب. اتفضل. خلاص، اول حاجه انا بقالي في البلد هنا ما بشتغلوش في مرمى بقالي قد ايه؟ كتير جدا، 21 يوم. تمام. لا شفته ولا شفت خلقته، وما بقعدش بحضر الماتش عشان ما اشوفش خلقته، مش طايقه خلاص. لكن يا عم عشان الاستقرار والاستقرار والجماهير ويا مامي ويا بابي، وانا جبنا بطولات، ها دغدغه مشاعر الجماهير اللي عملها النهارده خلاص. حضرتك سافرت رحت البرتغال من غير ما تاخد اذن كتابي مني، زي العقد ما بيقول مكتوب كده، اذن كتابي من رئيس النادي، سافر من غير ما خلاص. ماشي يا عم، انت راجل سافرت، لو انا بقى مزعلك، انا عايز ازعلك عشان الفلوس ولا عشان بتكلم وراك في ظهرك في الصفحه واحنا قاعدين في الصفحه دي؟ طب يا راجل مهرب تمام. طب لما انت سافرت ما خدتش حاجتك ليه؟ لما انا مزعل ساب حاجته كل متعلقات الفندق ورجع اول امبارح متسلم، سرق حاجته وسافر.
ده رأي المستشار مرتضى منصور في فيريرا، نصاب وخاين وعميل وفاشل والكلام ده، بعد ما انهزم طبعا الهزيمه الشهيره من الاهلي في السوبر، هارب وسارب. احنا برضو بنستدل ليه؟ عشان احنا بننسى، او المسؤولين بيتخيلوا ان جمهور الزمالك بينسى. هل واحد كان لنا تجربه باعتراف رئيس النادي انه فاشل وعندي وما بيعرفش يغير وطفش لعيبه نروح نرجعه تاني؟ ونروح نرجعه تاني بعد ما بقى عجوز، ويعني حاشا لله، يعني السن له حدود وله حكم. انا لا بتريق على المدرب ولا حاجه على فكره، انا بتريق على الاختيار. يعني كل الاحترام والتقدير لفيريرا، كل احترام ليه كانسان، كل الاحترام والتقدير لمجلس اداره نادي الزمالك، كل احترام والتقدير للعاملين في نادي الزمالك. الاختيار هو الاختيار الفاشل. ومش معنى مع المستشار او يا اعضاء اللجنه اللي اختارت ان احنا بنقول لكم الحق هنا والصح هنا والغلط هنا، انه يطلع مثلا وعز السباب وده قابض من ده وده قابض من ده وده واخد من ده. هو كلمه الحق يعني يبقى قابض وعامل، وتعالوا بقى لما نعمل كشوف البركه ونقعد نشكرهم. على فكره لا مستنيين شكر ولا جزاء ولا شكر، احنا هنقول حق حتى اخر نفس في عمرنا. اللي مش عاجبه من المكان يشرب من المكان اللي قال عليه المستشار منصور. احنا بنحبك يا مرتضى منصور. حتى الان نعلم ان العقود موقعه الكترونيا، حتى الان نعلم ان هناك داخل مجلس اداره من هم يرفضون عوده المدرب العجوز البرتغالي فيريرا. حتى الان نعلم انه خطا كبير ان احنا نجيب واحد فرد وساب الزمالك وكان عنيد وكان بيعمل مشاكل ونعينه وفي هذا السن وبتاع. فين ان الجهاز الفني هيبقى فيه اسامه نبيل؟ تعظيم سلامه اسامه نبيل، نجح طبعا في اول اختبار وان شاء الله ينجح في كل المباريات. وكنا نتمنى نشوف جهاز وطني، كنت تجيبه بسيوني فازينه من غاز المحله يجي بسيوني، نشوف مدرب كبير زي بتاع النصر، نشوف اي اسم كبير. احنا قلنا لكم حتى لو انتم ما بتعرفوش الموضوع، نديلكم مواقع اوروبيه فيها مين شغال ومين مش شغال وصفاته ايه، نساعدكم لوجه الله مجانا، لوجه الله حبا وعشقا في نادي الزمالك. ونقول لك ما تدخلش نفسك في امور الكوره، عين لجنه الكوره كفاءات من اللي انت شايفهم بتحبهم، المهم يكونوا كفاءات لعبوا في نادي الزمالك، لبسوا الشورت فانيلا نزلوا لعبوا كوره في نادي الزمالك، لعبوا دولي، لعبوا كانوا مدربين عظماء. اختار نوعيات كده كفاءات، خلي مجلس الاداره له قيمه ولجنه الكوره لها قيمه. لجنه الكوره هي اللي بتقرر وتفاوض، تشيل اللاعب ده وتجيب اللاعب ده. مش انا هزعل من اللاعب ده علشان ما جاش في ميعاده واذبحه، لا، سيب لجنه الكوره هي اللي تقرر مين اللي يستمر ومين اللي يقعد. القرارات الفرديه لا تفيد، القرارات الغير مدروسه لا تفيد، العند لا يفيد، واللي بيخسر محدش. انا في شغلي، عندي شغلي محترم جدا، وعندي حياتي محترمه جدا، وعندي بيتي محترم جدا، مش هخسر. ايه يعني هيلا كلمتين بطلع اقولهم في قناه يوتيوب بتوجع مقبض مغص ناس؟ مش مشكله يعني، مش هتعب. اللي بيخسر حضراتكم. اي نعم، احنا بنحب نادي الزمالك وبنعشقه بجنون وبنعشقه لوجه الله بدون مناصب وبدون ما اي حاجه، واقسم بالله العظيم هذه حقيقه. مش عايز اقول لك اسال مين قريب منك، بس هو يعني الايام جايه وهنبقى نفتح ونشغل المكالمات اللي كانت بيننا وبين الناس وبيعرضوا حاجات، وانا بنقول لهم احنا اكبر من كده بكتير. ولكن عشق نادي الزمالك ده حاجه جميله جوانا، جوه كل الزملكاويه الشرفاء، عشق كبير ما يقدرش حد يلعب فيه. ليه بنتألم وليه بنطلع نقول كلمة الحق بالرغم من توجيه السباب لينا من اللجان المأجورة؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بتفرقش انا على فكره، لا بشوف حد ولا بتابع تعليقات ولا بتابع بتاع ولا عندي وقت للكلام الفاضي ده. الناس اللي بتقعد تقرا تعليقات وبتسمع ده وده وده ده ناس عندها فراغ، والناس اللي بتطلع في هنا وهنا وهنا وتنطط هنا وهنا ناس عندها فراغ. احنا عندنا حب وعشق لنادي الزمالك. ارجوكم اذا كنتوا بتحبوا نادي الزمالك بجد راجعوا هذا القرار، راجعوا هذا القرار. احنا مش ناقصين نصيبه ثانيه، مش ناقصين كارثه ثانيه. انا بقول لكم عارفين ان الراجل ده جاي معاه مخطط محترم جدا ومحلل فني محترم جدا. طب ما كنتوا تجيبوه مع اسامه نبيه؟ يعني ايه لازمه ان احنا نجيب واحد بمبلغ كبير جدا يا عم، خزينه الدوله مبلغ كبير جدا، و
عشان هو جايب مخطط احمد كويس، راجل كبير في السن جدا جدا جدا. يعني انا حزين حزين حزين، هذا المدرب كبير، هذا المدرب عجوز، هذا المدرب عنيد. سمعته يعني، انا مش عايز الناس بقى توجه لي الكلام وتقعد تتعب اعصابها وتقعد تقول ما تدوله فرصه. تدوله فرصه على حساب مين؟ على حساب حضرتك ولا على حساب حضرتك ولا حساب صاحب المحل؟ ندي الفرصه لمين؟ ندي الفرصه لمين؟ ما هو ده كلها خسائر، والفريق ما عندوش وقت للخسائر. اسامه نبيه احسن احسن عمل. لا 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 لا، والله بتكلم وانا بتألم وقلقان عن نادي الزمالك. اتمنى يا رب ان الزمالك يقضي نجاحات في الفتره الجايه. اتمنى كل توفيق لنادي الزمالك. ان شاء الله نحاول نكون معكم دايما. هذا موقفنا، هذا موقفنا امام الله من قرار استقدام العجوز البرتغالي فيريرا لتدريب الزمالك. هذا موقفنا قدام ربنا، بنعلن رفضنا التام لقرار تعيين فيريرا، موقف قدام الله. اللي عايز يطلع الطبلة والزمارة ويزمر لمجلس الإدارة أو لمرتضى منصور يزمر، ده شيء يخصه وإحنا ما بندخلش في رأي حد. اللي عايز يقول اديله الفرصة، اديله الفرصة من جيب حضرتك مش من أموال الدولة، جيب حضرتك اديله الفرصة ومش على حساب نتائج نادي الزمالك. يعني ما تجيش تقول يدي الفرصة للمدرب وبعدين نحكم عليه. إحنا سمعتكم رأي رئيس النادي في إيه، وأنا مش عادة أحب أستخدم، بس هستخدم في الأيام الجاية هذه الأشياء، أجيب لكم الرأي اتقال ايه والرأي المخالف، علشان الناس اللي بتقول على جمهور الزمالك جمهور غبي وبينسى، هنقول له كلمتين وهننسى بعد شوية. هنستدل دايما بالتسجيلات الصوتية في الفيديوهات. فكل المحبة وكل التقدير، يا رب اشوف نادي الزمالك اعظم نادي في الكون. اتمنى مجلس ادارة لا يستخدم لغة العند والتسرع، لان احنا بنحبهم وبندعمهم ونتمنى ندعمهم، ونتمنى ان مش كل حد يخالفكم الراي او يخالف اي حد الراي نستخدم السبب، السب والقصف والطعن واللعن، زي ما تم التوجيه في الصفحات والجروبات ضد نجم كبير من نجوم الزمالك. في حاجه شيء مؤسف، حاجه شيء مؤسف، شيء مؤسف، شيء مؤسف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يورينا يوم في كل من يسيء العمل وسيء الصرف. بحبكم من قلبي واراكم على خير يا اجمل ناس في الكون. Thank you.